اللي حابين تتعلموا 3D مرحبا بكم، نعلمكم طريقة التخصيل الصحيحة ماشي طريقة تقف كيف لم يخدموا بها. هذه غير دمية وخدمت فيها وإلا شعر تاع بنادم. كما كنت تشوفوا هنا دمية تاع بلاستيك، أكيد 3D ولا 5D ولا 6D ما تطلعش بدون تخصيل. دونك راكم شايفين لا سيباراسيون تاعي تاع لي شينيو المعتادة، سيباريت من الأمام على جهتين ودرت تاع البومبي 3 دوا منا ودرت لاطوف تاعي كيما راكم تشوفوا سيباريت. دونك هنا راح نخصل، شوفوا طريقه التخصيل تاعي راها غوفري لا بوبي بصح ماشي بزاف. هنا لا بريونتين باه نهبط بها الشعره او ميم طون تجيني الخصله سهله. دونك شوفوا طريقه التخصيل، واللي حاب يديروا لي فورماسيون ايضا راني ندير دورات تدريبيه في كل ما يخص الحلاقه والتجميل 3D ميك اب. دونك شوفوا هنايا كيفاه راني نخصل ونخصل ونلاكي بلا لاك شفافه. شوفوا هنا خصلت وابخي يعني فيكسيت خدمتي. دونك شوفوا هنا طريقة التخصيل يعني جد جميلة وراقية، يعني مشي طريقة الدكفكيف، يعني الغوفخ غوفراج نظيف وطريقة العمل نظيفة. كل ما نخصل الورقة شوفوا الشيرة ندير مساك مفتوح، ومن بعد كي نكملها ندير مفتاح يفتح علينا، ندير مساك مغلوق به ما نخسرش خدمتي من بعد كي نسلكها. شوف راكم تشوفوا البنات، وشوفوا كل شعره نخدمها لاكيها. دوك راني رايحه وحده بوحده جوغ صفيره تاع زوج البنات ونخصلها غير على 3. شوفوا الطريقه راني ندير فيها دوك المساسيك المفتوحين شغل كيما لي بيلي الاعمده باه يكملوا لي الخدمه، باه كي نكمل كاع النحي نسيب الخدمه تاعي واقفه. دونك هنا لا بريونتين على راني نعاود فيها ونخدم بها. دونك كي نكون فيكسي في الفوقانيه طيح لي لاك على الشعره التحتانيه، دونك لا بريونتين تنحي لي دي لاكي لي لاك اللي طاحت لي على الشعره هذيك باه تسلك لي وما تغبنيش. شوفوا طريقة التخصيل الجميلة هذه، ويخرج الشينيون بزاف نقي نقي وما يتفتحش، يعني مستحيل انه يتفتح ولا يتقفقف. هذه عادك شغي دمية بوبيا سي دو بلاستيك ميم با ماشي شعر ناتورال. شوفوا كيفاه راني ندير مساسيك مفتوحين، ولا تقدروا تخدموا بلي بيك بصح انا لي بيك يديرونجوني طوال ما يخلونيش نخدم خدمة نظيفة. دونك راني وحدة بوحدة طفيرة بطفيرة درت لا بغيونتين. شوفوا اني نسلك الشعرة غاية باش ما تغبنيش كي نخصلها. شوف هاني نخصل. هنا نوصيكم كي يكونوا لي بوينت فارغين الا خصلتو خصلو على زوج ماشي على 3 باه تجيكم معمره ما تجيكمش فارغه. هنا راهي شويه معليش هذه دميه يعني ماهيش شعر طبيعي. دونك 3D عباره غير عن تفاير وعن طريقه تقنيه التخصيل، يعني كاين لها اسرار. دونك انا تعلمت كاع جميع الطرق تاع التخصيل 3D لي غوفراج، عندي 1000 تقنيه تعلمتها ماشي 1000 تقنيه، مي نعرف واحد 5-6 تكنيك يعني كل وحده شرفت عليها يعني من لي فورماتريس تاع التسريحات، ولقيت زوج يخدموا خدمه نظيفه الباقي غير تبع ليك. دونك شوفوا على بريونتين ندير لاكي بها ونسلك بيان شعره عاديك باش نخصلها باش ما تغبنيش الشيرات. شوف شوفوا الطريقه والنظافه، ويخرج لكم الشينيون نقي 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 الشيرات بواحد الطريقه خير من هذيك تاع الدقفقيف تحسي يعني شعر قفه مصلحه. دونك اللي حابين يديروا دورات تدريبيه راني دايره دورات في اي بي بلي جروب لا كوافور نورمال 3D ماكياج. راح نخلي لكم الرقم تاعي اللي هو 07 71 45 49 38. اللي حابين يسجلوا للدورات التدريبيه يتصلوا بيا للحجز. دونك راكم تشوفوا كل خدمه نخدمها نغلقها بمساك. دونك اللي درتها في الجهه اليمنى راح نديرها في اليسرى، يعني نورمالمون ما نعاودش لا ميم شوز، مي انا غير باش تدو فكره يعني باش ما تروح لكم الهيبه والخوف. شوفوا الطريقه تاع التخصيل، كل نحكي لكم راني معوقه وراني نصور لكم يعني ديفيسيلمون ما عنديش كل يشد لي لاكام. دونك كنت قاعده قلت والله ندير فيديو. شوفوا راني مغبونه غير باش ما نجيكمش في وسط لاكام. شوفوا كيفاه هني لاكي ونخصل. هنا بتبقى شعره طالعه درت بيك يعني عود تاع شواء. شوفوا دونك شتوني كي غلقت بمساك مغلوق، يعني المفتوح يخليكم انكم تخصلوا شعره ما تغبنكمش في السحبه، والمغلوق يفين لكم خدمتكم كي تكونوا تسلكوا ما تسحب الشعره اللي خصلتوه. شوفوا كيفاه هني نخدم. شوفوا البنات تخرج لكم من فين، يا عادكش انا نخدم غير بشويه باش ما نخصش لاك بزاف. شافه راكم على بالكم بلي غاليه وهذه دميه، وقاعده كشي تبقى مالغري مانيش مفيني 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 100%. دونك اللي عجبها الفيديو ما تنساش دير جيم وما تنساش تبارطاجي كيما هي تعلمت ودات فائده غيرها يدي فائده. دونك سمحوا لي كي راني نبان في الفيديو فوق طاقتي.
دونك خدمتها كخوازي منها وخدمها كخوازي منها لا ميم شوز. وتقدروا تبدلوا التقنيه يعني كاين الف طريقه تخدموا بها يعني تبدلوا طريقه تاع سيباراسيون. كل سيباراسيون تعطيكم يعني شكل اخر للاكوافير للتسريح. دونك هنا راني فيني شوفوا هنا الشركه اللي بقات فلاتو في الوسط التحت قبطها يعني دوك جبتها بجهه دوك هذه نجيبها بالجهه اليمنى والاخرى نجيبها من الجهه اليسرى يعني سيستم كوازي وحده تروح ادروات وحده اغاش يعني مش حاجه اللي صعبه شيرت باش تقولوا لي صعبه وما نقدروش نخدموها. كيما هنا هاد الخصله رقيقه بزاف راح نخصلها على زوج فقط ما نخصلهاش على ثلاثه. شوف كي خصلتها على ثلاثه كي تبان خفيفه بزاف مي راح نخصلهم على خصلها على ثلاثه او على اثنان عفوا على اثنان شوف باش تجي معمره ونعمر بها. يعني هنا ديروا الحاجه اللي تخرجكم تعلموا ما تحفظوش. شوفوا كملت بقات لي تاع الكوتي اللي من هي والكوتي اللي من هي والوسط دونك غادي نسيباريها على زوج. الكوتي اللي منا شوفوا كيف راح نخصله يروح من الجهه كاع اليمنى ويمشي حتى الجهه الاخرى والاخر يمشي بالجهه العكسيه. هنا غبني التليفون في التصوير والله يسمحوا لي شاسوبريمي لي زابليكاسيون صورت الماكسيموم تاعي دونك وفينيتها في الاخير نفس العمل عملته. ها هي ليكم لاكوافير في الاخير جيسبر تكون عجبتكم الشيرات واللي عجبتها لا فيديو ما تنساش دير جام وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله واللي حابين يسجلوا في الدوره الرقم راني لونسيته لكم.